عاد لبرنامج حلوة ومرة، البرنامج اللي بتابعوه يوميا على الـ LBC والفضائية اللبنانية، وعودة لضيفتنا السيدة ميريام طقس كاف. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة بحلوة ومرة، بيت بيتك يعني باللي هي. ميرسي حبيبتي. السيدة ميريام، من بيت طوق لبيت سكاف شو تغير عليك؟ ماشي، انه من اي ناحية، من الناحية اجتماعية اكيد في مسؤولية اكتر بكتير، بس ما في شيء تغير. يعني حسيتك رحت لبشري لزحلي. شو الفرق لك انا؟ لبشري لزحلي شو الفرق؟ زيت الشيء، الناس محبة، قريبة، طيبة، الجار للجار بحبوا بعضهم بحبهم اثنيناتهم. ما في شك اكيد. سيدة سكاف، اذا يعني زواجك من بدك حابه شو بدك؟ حابه اسال انا سؤال، بعد 15 سنة زواج قد ايه حسيتي حالك صرت زحلوية؟ فينا نقول زحلوية 100%. أكيد زحلوية 100%، وبفتخر أولى، وبعدين زحلة ما تنسى أم ولادي. زحلة يا دار السلام. فيك مربى الأسودة. ما في شك. زحلوية بكل فخر. أكيد. وأم الشعر والأدب. وطبعاً زحلة مدينة الشعر والأدب وكل هول. أهم أكيد فنانين لبنانيين طلعوا من زحلة. طبعاً. زواجك من كمان زعيم شعبي خليك أقرب للعالم ولمشاكلهم، صرت تعرفي لهم أكثر؟ طبعاً بتحسي حالك أقرب من العالم مع الوقت، بعدين يعني إنه كونه إلي بالشأن العام وبيشتغل بالشأن العام، بتحسي انه هيدا واجب فرض عليك انك تكوني قريبه من الناس وتخدميهم وتقدري يعني تسعفي المنطقه وتعملي واجباتك بالمنطقه، هيدا يعني هي شغله اساسيه نقدر نوقف حد العالم وندعمهم اذا طلع بايدنا ندعمهم اكيد. اليوم بتحكي يمكن زحلاوي، قد ايه بتفكر زحلاوي؟ أكيد بفكر زحلاوي طبعاً، وبحكي زحلاوي إنه تعودت خلص بعد 15 سنة زحلة بتصير يعني بتصير بيتك. زحلة زحلة عويدهم، بفهمها على لغتهم. كان في كلمات أول ما وصلت على زحلة ما أفهمها، مثلاً في كلمة بدي سولف لك هالسالفي ما كنت افهمها، هلا انا بقولها. اكيد 15 سنة سمعوا هالسالفة بقول لهم ايه، انه هيدي انه العبارات تبعونهم بستعملهم وكل شيء، يعني بيتي زحلة. حتى في يمكن حكي بشراوي ما بينفهم بزحلة، ما بعرف قد ايه مزبوط الحكي البشراوي. يمكن لا بينفهم فيه هيك شوي بالقو. يعني بحكي بشراني كمان اكيد. يعني اصلي الوالد إيه؟ واصلك اكيد طبعا. قد ايه بتعاطي بالسياسه الزحلويه او ممكن على مستوى اوسع؟ اكيد بتعاطى بالسياسه من خلال الي، يعني بدعم الي بكل القرارات السياسيه اللي بياخذها يلي هي لصالح زحله والمنطقه، على طول بوقف حده وبدعم كل قراراته. بكلمتين كيف توصفي الشخصيه الزحلويه؟ محبين، قريبين من العالم، مربى الأسودة. مربى الأسودة. وبعدين الجار بتحسيهم قراب لبعض، الجار قريب من جاره، إذا وقعت مشكلة كلهم بيلتفوا على بعض. ما في قريب 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 على القلب الزحلاوي، هيك عنده روح النكتة. فيه بعده العنفوان إذا فيه. والعنفوان طبعا، طبعا عندهم العنفوان الزحلاوي. ما في شك ابدا. يعني هي شغله لقيتها كثير قريبه من الـ بشري كمان عندهم هالعنفوان، وانه نحن بدنا هيك بدنا نعمل، بتعرفي هالعقليه الحلوه اللي بحبها كثير انا. مبين سيدة سكاف. سيدة سكاف ميريام. عيطي لي ميريام. اوكي ميريام.